مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية لنرحل مع شوط آخر يحمل في طياته فئة الجعدان الحقايق 3 كيلومترات. تنتظر هذه الشعارات القادمة من كل دول مجلس التعاون الخليجي ومن كل دول ومن كل ميادين دولة الإمارات العربية المتحدة. نزلت أهلا وحللت سهلا نيابة عن مدير هذا الميدان مايد بن ثاني بن بريشة الفلاسي. نرحب بالحضور وبالكل القادمين. نرحل مع المركز الأول لنتابع الصدارة ونتابع مياس معيصم بن خليفة الاشتبي على المركز الأول، والمركز الثاني يأتينا طوفان محمد بن راشد بن مرخان ثانيا. أما المركز الثالث شعار بن كليب يتقدم الآن مع دحام عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب. والمركز الرابع 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 اللي هو شاهين ظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي وبن حميدان أيضا ينضم إلى إخوانه الأبطال المشاهير على مقدمة الشوط، ويقدم لنا مثير محمد بن علي بن حميدان. والمركز الخامس يأتينا أدهم أحمد بن سعيد بن راشد المنصوري. والمركز السادس ما بننسى لأن قريب من دائرة الصراع على القمة يتقدم نجوان سعيد بن سهيل بن دليوي. أبو راشد أيضا حاضر في هذه المواجهة وفي هذه التحديات. لنعود إلى المركز الأول لنتابع مياس معيصم بن خليفة الاشتبي على المركز الأول. بن مرخان من يأتينا على المركز الثاني، والمركز الثالث اللي هو بن حميدان مع مثير، ثالثا المنصوري على المركز الرابع وقادم أيضا يشارك ويتحدى في هذا الشوط. أما المركز الخامس فهناك نشوان سعيد بن سيل بن دليوي. هذه الأسماء الحاضرة مشاهدينا الكرام. اطلع يا بن مرخان، اطلع اطلع يا بن مرخان، اطلع يا طوفان، طاف طاف طاف، عدة وطاف، روح 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 روح. نعم انت 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 الآن مع المركز الأول، انت من تدير الشوط إدارة حكيمة وصحيحة. يتقدم الآن بما لديه من أصالة وما لديه من قوة على المركز الأول، ولكن خذ حذرك خذ حذرك خذ حذرك. الجماعة 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 بدأوا بالهجوم. مثير بن حميدان قادم، محمد بن علي بن حميدان وقادم مياس معيصم بن خليفة الاشتبي. هو 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 ياكم ياكم شيء ينكم. تحذير تحذير تحذير، نحذركم من الاعصار من الطوفان القادم. يوه ما يهاب يا ما يهاب يا بن رشيد يا بن رشيد. هذا هو شعاره هذا هو شعاره. من الخلف اتانا من الخلف، استلم القياده استلم القياده وبدا يروح ويباعد والعصا في الابطان ما يهاب. راشد بن سلطان بن علي بن رشيد من يقدم لنا ما يهاب بالمركز الأول. وابن حميدان أيضا راعي مثير محمد بن علي بن سعيد ابن حميدان عند المحاولات الأخيرة. وهناك أيضا القادم أدهم أحمد بن سعيد بن راشد المنصوري. والمركز الرابع مياس معيصم بن خليفة الاجتبي. هذه الأربعة هذه الأربعة وباقي باقي ما بقى إلا القليل عن خط النهاية بقيادة ما يهاب بقيادة ما يهاب. بيضيف النقطة الثانية لهذا الشعار الدكتور العصاي المتألق دائما على المركز الأول. يا بن حميدان انت عندك عندك نصيب الاسد، حاول وحاول وطلع العصا من الابطان. معاد بن مرخان راعي طوفان محمد بن راشد بن مرخان يعود مره ثانيه ليعلن وجوده في هذا الشوط، ولكن ما يهاب ما يخاف ما يهاب ما يتروع. روح روح يا بن رشيد. ايوه سلام 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 سلامين سلامين. ايوه 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 يوم صد وروع وروح وشافهم انهم لاحقينه قال لا 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 ما له الا الا لا الحديده تتحرك. نعم هذا هو الان هذا هو الان بدا يعني ينفرد انفراد قوي ويكسب النقطه الثانيه يكسب النقطه الثانيه بن رشيد في اول اشواطنا الافتتاحيه 3 كيلومترات. سلام 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 يا بن رشيد، سلام سلام يا اهل العوير، سلام سلام لما يهاب، سلام. راشد بن سلطان بن علي بن رشيد الاشتبي الثاني بن حميدان راعي مثير محمد علي بن حميدان. والمركز الثالث فهناك شعار بن مرخان على ظهر طوفان محمد بن راشد بن مرخان. المركز الرابع والخامس عند اللجنة تركم. ما شاء الله توقيته 4:34
أربع دقائق وأربعة وثلاثين ثانية. هذا هو التوقيت الزمني الذي تحقق مع المركز الأول ماي هاب راشد بن سلطان بن علي بن رشيد الاشتبي. نقول تيمة خير عن تيم الأبكار، ولا شيء يابه من الجعادين. قالوا يا ليتك شفت لي صار قبل النهاية، عند 200 ياب الخبر لي قابض ايقار، واللي نزل عن ايقار ما حيده زين. تيمة خير عن تيم الأبكار ولا شيء يابه من الجعادين. هذا هو تيمة ماي هاب، أربع دقائق 34 ثانية. والله شوط كان يعني فيها حماس وفي سرعة وفيها تحدي وفي منافسة قوية كما شاهدنا ولاحظنا. نعم التحديات في هذا الشوط كانت يعني حامية الوطيس بين الشعارات، ولكن بن رشيد الظاهر ما شاء الله دكتور الأصايل مستعد استعداد تام لهذه المسافات. أول اختبار للثلاثة كيلو مترات لفئة الحجاج. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس لبن رشيد على هذه الانتصارات التي تحققت في أشواطنا الرئيسية. هكذا استمتعنا مشاهدينا الكرام بأول أشواطنا. 20 شوط اليوم مقررة لفئة الحقائق والثلاثة كيلومترات. قدرنا اللقاء إن شاء الله 24 شوط.